خليني أقول إنه الكتاب المقدس وعد من خلال الصلاة اللي تكلم عنها سليمان في تدشين الهيكل. الآية بتقول في أخبار الأيام الثانية إصحاح 7 والآية 13 والآية 14 مكتوب: وإن أرسلت وباء على الأرض فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. في مزمور 91 لنا هذا الوعد مكتوب: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. حبيت أبتدي في هدول الوعدين لأنه كتير ناس مرعوبة، كتير ناس خايفة، كتير ناس محتارة، في كتير ناس عم تسأل، وطبعا تساؤلات وراء تساؤلات، وهذا واضح طبعا من خلال طلبات الصلاة اللي بتوصلنا ومن خلال الاستفتاء اللي عملناه عن طريق الفيسبوك. منشوف في تجاوب كبير في هذا الموضوع. الاستفتاء لحديت هاي اللحظة، خليني أشوف وين وصلنا، اللي قالوا إنه عقاب من الله نسبة 44%، واللي قالوا خطأ بشري نسبة 56%. ويمكن الاستفتاء وصل تقريبا لحوالي 16,000 شخص، لكن ما زال الأمر مفتوح. بحب أسمع منك.